يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا فندم. كنت عايزه اقابل دكتور يحيى علام. اقول له مين؟ نهى مندور من جريده نبض الشعب. لو حد سالك قولي انك واخده ميعاد مسبق بقالك فتره. تمام، بس عايزك تسيبي لي رقم تليفونك. اوكي. طبعا، بس اول ما اخرج. اتفقنا. نهى مندور. اهو فعلا فعلا في ميعاد. يا اهلا وسهلا يا فندم. يا اتفضلي يا هانم، والله منورانا. اتفضلي. ايه يا استاذ، رايح فين حضرتك؟ انا ابوها وهي واخده ميعاد مسبق، وانت لسه قايل كده قدام الناس دي كلها. يلا يا بابا. يلا حبيبتي بابا. يلا حبيبتي. هما كلمتين هناخدهم من سعادتك ومش هنعطلك. وانا تحت امرك. تبقى نوع. حاضر يا استاذ. سيادتك خليك معايا، خليك معايا. سيادتك بعد ما اتخرجت كان مجال شغلك ايه بالظبط؟ الحقيقه من وانا طالب في الجامعه بشتغل شغلانتين عشان اصرف على دراستي، لكوني مغترب وزي ما تقول كده عيلتي كانت ظروفهم على قدهم. يعني حضرتك شخصيه عصاميه. عصامي بالظبط كده، مع ان عصامي دي دايما بتتقال على اللي عامل املاك او اللي له حساب في البنوك، بس نمشيها عصامي. لا انا ما اعرفش حد في الضرايب. ولو تعرف على راي المثل، مش ياخد الريح من البلاط. بلاط ايه؟ بلاط ايه؟ هو السوق تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بقى واقف في اليومين دول ولا ايه؟ ولا ايه يا نهى؟ دي مربحة جدا يا أستاذ. مستلزمات طبية ايه يا فندم؟ أنا الحمد لله في مكانة محترمة، وبقبض اللي يعيشني أنا وأسرتي، وعمري ما اشتغلت إلا في مجال وظيفتي وبس. وقضية 96 يا دكتور. أنا قلت 100 مرة قبل كده أنا ماليش علاقة بالقضية دي. وأنت لو مالكش علاقة بالقضية دي ما كنتش اتنرفزت كده. عشان مش موافق على تصرفاتهم، وعلاقتي اتقطعت بجماعة من وقت القضية. جماعة؟ جماعة، تقصد الجماعة بتوعك وقتها يعني، مريم. مريم مين؟ لا، أنا كل علاقتي كانت مع رشاد وبعض الإخوة، وزي ما قلت علاقتي اتقطعت بيهم تماما من سنة 96. وقلت الكلام ده 100 مرة قبل كده في التحقيقات. في التحقيقات؟ أيوه. يلا يا نوع. أرجو من سيادتك ما تنشرش حاجة تضرني، وأنا والله العظيم سبت الجماعة فعلا من سنة 96، حتى حلقة داني عمرك شفت حد فيهم غير دقن؟ لا، ما هو الجماعة ما طلعوش هم الجماعة. يعني إيه؟ يعني أنت ما طلعتش يع. نعم؟ يع. يع، ما طلعش يع أهو. يلا يا نوع. يا عين، يع. ممكن أدخل؟ طبعا يا عفاف ممكن تدخلي، وتخرجي بسرعة عشان عندي شغل مهم. حد يقول كده لأخت حبيبتي؟ ده أنا أشيلك فوق دماغي. أنا جايلك عشان كده مخصوص. تتجننت يا عفاف؟ جاية مخصوص عشان أشيلك؟ لا ما أقدرش، أنا بقول كده مجازا يعني. أنت لو شلتني فوق دماغك هتفطس. يلا فاجئيني. شو بقى يا سيدي، دي سناء زميلتي في مديرية التربية والتعليم، واللي واقف ده حامد خطيبها. عايزاك بقى تعمل لهم تهنئة في الجورنال عندك بمناسبة الخطوبة. ما بلاش يا عفاف، ما انت لسه مخلياني اعمل تهنئة لسهير وبعدها على طول الموضوع باظ. حسن، هو ده اللي انا عايزاه. قصدي اصل احنا اتنين سناجل يعني، وده مبدأ، وهي كده خانت المبدأ. مبدأ ايه يا عفاف؟ على اخوك برضه. ما انا عارف اللي فيها. سيب الولاية تتجوز. وانا انت ايه؟ انا عايز اخدم. واضح واضح، هو ده بقى الموضوع اللي انت جايلي فيه؟ يعني ما كنتش قادره تستني في البيت لغايه ما ارجع؟ لا بص بقى، في حاجه غريبه اخدت بالي منها في مخازن التربيه والتعليم. عربيه محمله 1000 ديسك جداد، قالوا ان هم هيوزعوهم على مدارس الاقاليم بدل الديسكات القديمه. طب وايه الغريب في كده؟ الغريب ان هم وزعوا نص الكميه بس، ولما قدموا الميزانيه كتبوا 2000 ديسك بدل 1000 ديسك. يا اولاد الحراميه، ده انت طلعت 100 100 يا عفاف، ده انت ب 100 راجل بجد طول عمرك جدعه وطالعه لاخوكي. بقول لك ايه؟
الكلام اللي انا قلته ده ما يطلعش لحد، ولو اي حد سالني هقول ان شاء الله عدم اخويا دراز ما اعرف اي حاجه عنه. كده ماشي، وانا اللي كنت هخليكي تقعدي مع هلال تحكي له عن الموضوع عشان يكتب عنه. يلا مفيش نصيب. لا مفيش نصيب ازاي، اديني فرصه افكر. انا فعلا بيتعالج عندي فنانين كتير، لكن مريم رياض عمرها ما اتعالجت عندي. لكن حضرتك بتسال ليه؟ خير؟ انا عايز اوصل للدكتور اللي كان متابع حالتها، لان عايز اعرف منه معلومه تخصها. بصراحة مش هقدر أفيدك يا دكتور. ألف شكر لحضرتك. دكتور عماد، أنا هديك اسم موظف في النقابة، أكيد هتلاقي عنده كشوفات بأسماء كل الدكاترة النفسيين. يا ريت، بس هيوافق يديني الأسامي دي؟ قول له بس إنك جاي من طرفي. ألف شكر يا دكتور. طب اديني اسمه بقى. وقتها كان ليا صديق مقرب فهري، هو اللي عرفني على يه عين. ايوه يا مندور، ممكن تجيبي تحقيقات النيابة في قضية مريم رياض؟ الموضوع معوش بالسهولة اللي انت متخيلها يا هلال، المسألة ممكن تاخد وقت. مش مشكلة، المهم انها تجيلي. يعني سعيد غنام اللي انت رمزت له بسين غين طلع موجود؟ اه. وتوفيق زاهر اللي هو ته زين موجود برضو؟ موجود الله يرحمه. بس يحيى علام مطلعش هو يه عين. بالظبط. مشكلة يا هلال ان انت ما استفدتش اي حاجة من توفيق زاهر ده غير كلمة وزارة الصحة. طب عقلك كده هتدور على مين ولا مين جوه الوزارة؟ لا انا حاسس ان الموضوع بقى في حاجة نحس. انا مش عارف مقفلك ده ليه. عملت ايه يا نهى؟ كلمت صاحبتي اللي ماسكة اعداد البرامج الفنية وسألتها عن فهري صديق مريم، وعرفت منها ان كان فعلا في واحد اسمه فاروق راغب، ده كان مهندس ديكور ومن اقرب الناس لمريم. ابسط يا عم، اهو النحس اتفك اهو. بس لما سألتها على رقم وقالت لي ده مات من سنتين. أستاذ دراز، أستاذ دراز، دي الصور اللي أنا صورتها وطبعتها لوزير الصحة الجديد في افتتاح المجمع الطبي. وريني. وزير الصحة وسلمك الشيك. بس حدد ميعاد صرفه كمان يومين. آه بس ده ملوش دعوة بعمولتي. هو أنت بترحم؟ وبعدين أنا وأنت إيه؟ مش واحد؟ لا يا حبيبتي، احنا اتنين. الو يو، خليه يدخل. ايه في حاجه؟ بيقول لي حماية بره. اتفضل. ازيك يا جمال؟ ازيك يا عم؟ أأمرني؟ أأمرني؟ اه، أنا عايز أقابل وزير الصحة. اه، وزير الصحة بقى فاضي يقابل أي حد كده؟ وأنت كنت عايز تقابله إيه أصلا؟ عايز أعمل تحقيق صحفي معاه. طيب، هشوف الموضوع ده وأبقى أرد عليك يا عم. أنت عارف إن أنا بشتغل في جريدة معارضة، يعني سهل جدا أتكلم عن تكميم الأفواه واضطهاد الصحفيين المعارضين. والمرة اطلع على نقابة الصحفيين اعمل شكوى واعمل كم مداخلة كده مع بتوع التوك شو اللي هم يعني ما بيصدقوا الا مصيبة ويقعدوا يزيطوا. وكمان ممكن انت عايز تقابل وزير الصحة امتى؟ الف مبروك يا صفوت بيه، الف مبروك البراء يا ميار. ثانك يو بجد، اونستلي انا ما كنتش متخيل اني هطلع براء. ايه الكلام ده بقى؟ انت ما كنتيش واثقة فيا ولا ايه؟ لا طبعا، احنا كلنا واثقين فيكي، احنا عارفين بنتعامل مع مين، بس القضية كانت كبيرة. بس برضو اللي عملته ميار ده ما كانش ينفع خالص. It's his fault، هو السبب. ما انا بعد ما خبطت له عربيته قلت له هصلحها له،
هو اللي قليل ادب وطول لسانه عليا. وهو عشان طول لسانه عليكي تقومي راكبه العربيه وخبطاه وموتاه؟ ما ينفعش كده، لازم نهدى شويه. طب خلاص مش عايزين نفتكر الكلام ده عشان ميار اعصابها بتتعب. خلينا نغير الموضوع. نغير الموضوع؟ بس الحقيقه انا ما جاتليش اي رساله على الموبايل تقول لي ان في فلوس دخلت في حسابي. لا في اقل من خمس دقايق الفلوس هتبقى في حسابك. اه ده واضح ان الفلوس وصلت بالفعل. سريع قوي حضرتك يا صفوت بيه.